83 سنة. ابنك عمره؟ سنة. سنة. وأنت عمرك؟ 83 سنة. 83 سنة، الله يطول بعمرك. والآير الله يحفظك. قد إيه عمر مرتك؟ 28 سنة. 28 سنة، يعني فرق 55 سنة. نعم. ما بتخاف تقول عنك ختيار؟ لا. وإذا قالت ختيار؟ ما بجيب أولاد. بتجيب أولاد إذا قالت ختيار؟ إيه. صار في حمل طبيعي؟ أو صار في أساليب يعني بتساعد لحمل؟ إيه حمل طبيعي. طبيعي. قادر إيه قادر. الحمد لله صحة منيحة. الرياضة، دخامة بدخن. ماشي مثل ما بدك بمشي وين ما بدك هلا بمشي من هون لبقى الحمد لله عندي هون شو بدي اقول لك ما زين هالروح ايوه مين خليك تحس حالك شاب اكثر اولادك او عزيزه مرتك اول شيء هي لانه صبيه وثاني شيء الله تعاملني على الاولاد صار في نشاط اكثر انت بتهتم فيهم او امهم لا انا وامه بتغير لهم الو بالطعميون؟ يا باطي يا باطي أكل من جميع شو بدهم جميع وناوي على التالت؟ والله الله يطعم إن شاء الله إن شاء الله ناوي على التالت؟ إيه أيمتى؟ الليلة معقولة الليلة روح الليلة؟ يا الله بعدين شو بدك يودي؟ شو السر؟ أكله برغل إيه؟ حليب لبن بقوة؟ إيه برغل فيش منه إذا بيجعني راسي ولا شيء ولا حبة ولا حبة ولا بعمر زيه محبوب خالي أبدا أبدا وكيف لك إيه واحد شو بيعمل؟ يعمل أيام الله شو بيعمل يعني بكذيمة البرغل منيح؟ بتعرف الزلمة نفسه من لحمة من خضرة ما بيعرفني نفسه خضرة؟ لا من خضرة بقول لك من الرورة يعني من جميع الخضرة بياكل الزلمة بتعرف شو الدلوع عنا في بلادنا شو الدلوع لا 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 يبعد الله يبعدنا عنه عندكم يعني؟ لا بعيد عنه اوكي ليه ما بتشرب شو الدلوع؟ ما بشرب ليه؟ ماني بحاجة له اللي بحاجة له بشرب منه بس اللي ما بحاجة له أعوذ بالله لكن على البرغل والحليب واللبن لا يا عم عم يا رح نحكيك بكرة بعد الليلة